السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد العتال من مدونة العتال للمعلومات. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة حل مشكلة بتظهر لمستخدمين الفوتوشوب. وأنت شغال على برنامج الفوتوشوب وبتعمل تصميم معين أو شغال شغل معين، وتيجي تيجي تعمل سيف أو تيجي تعمل حفظ للمشروع بتاعك أو التصميم بتاعك، بتظهر لك الرسالة اللي إحنا شايفينها ديت: could not implies Photoshop because the scratch disks are full. في مشكلة في مساحة الديسك او مساحة البارتيشن اللي بنثبت عليه الفوتوشوب، فبالتالي بيقول لك ان مفيش مساحة، لكن هو بالفعل في مساحة، لكن البرنامج بيظهر لك برضو مشكلة ان مفيش مساحة. طيب احنا نحل المشكلة دي ازاي؟ طبعا المشكلة دي بتمنعك ان انت تعمل حفظ للمشروع بتاعك، بتمنعك ان انت تستخدم اوبشن او ادوات معينة جوه البرنامج، وكل حاجة بتتعطل معاك فجأة، بتضطر ان انت تقفل الشغل بتاعك، وطبعا بيكون موضوع مزعج جدا. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نحل المشكله دي بطريقه سهله جدا من برنامج الفوتوشوب نفسه. على فكره المشكله دي بتقابل المستخدمين على كل اصدارات الفوتوشوب، مش اصدار معين، يعني عندك سي اس 2، سي اس 3، سي اس 4، سي اس 6، سي سي، اي اصدار بتشتغل عليه على الجهاز بتاعك ممكن تظهر لك المشكله ديت. فعشان تحل المشكله دي بكل بساطه، انك بتيجي هنا على قائمه اديت. احنا اول حاجه طبعا بنروح على قائمه اديت، ومن قائمه اديت بنختار بريفرنسز، وبعدين بنروح على جنرال، او بندوس من الكيبورد على كنترول كي، كنترول مع حرف الكي، بيظهر لي القائمه اللي احنا شايفينها ديت. كل اللي عليا هنا هروح على كلمه performance اللي هو الاختيار دوت، وبعد كده هلاحظ ظهر لي الشاشه اللي احنا شايفينها ديت. طبعا اول حاجه انا لازم الاول هنا اعلي الرامات بتاعت البرنامج، يعني اشوف البرنامج هيسحب كام من الرامات. انا هخليها مثلا يسحب 80%، بحيث ان البرنامج يبقى شغال معايا بشكل سريع عن الاول. فانت تخليها 80، تخليها 70، تخليها 90، لكن ما تخليهاش لحد الاخر عشان الجهاز ما يهنجش منك بشكل كامل. بعد كده السكراتش ديسكس، زي ما احنا شايفين هو ده محور الدرس بتاعنا النهارده. انت ممكن تلاقي السكراتش ديسكس دوت موجود عندك هنا في الجنب لو اصدار الفوتوشوب بتاعك حديث شويه. اللي انا شغال عليه حاليا هو سي اس 6، ممكن تلاقيها مثلا في الاصدار سي سي موجوده في الجنب هنا. فلو انت ما لقيتهاش موجوده هنا ممكن تلاقيها في الجنب، لو ما لقيتهاش في الجنب ممكن تلاقيها جوه بيرفورمانس، وهتلاقي هنا سكراتش ديسكس زي ما احنا شايفين. كل اللي عليك دلوقتي تيجي تعلم على البارتيشن الثاني. انت هتلاقي عندك 2 بارتيشن او 3 بارتيشن على حسب البارتيشنز اللي موجوده عندك على الهارد بتاعك. فانت بتعلم على كل البارتيشنات اللي موجوده بالطريقه دي، بحيث ان هو لما ما يلاقيش مساحه مثلا في البارتيشن بتاع السي، ينقل الشغل بتاعه على بارتيشن ثاني يكون في مساحه مناسبه للمشروع او عمليه الحفظ اللي انت عاوز تعملها من خلال برنامج الفوتوشوب. ده كان حل المشكله بكل بساطه وبطريقه سهله جدا، انك بتعلي المساحه المسحوبه او مستخدمه من الرامات، وفي نفس الوقت بتحدد بارتيشن تاني عشان الجهاز ما يظهرلكش الرساله دي. بعد ما بتخلص خالص بتدوس على اوكي. يفضل ان انت تعمل ريستارت للفوتوشوب بتاعك. طبعا لو انت للاسف عامل مشروع او عامل ديزاين طبعا مش هيتسايف معاك، فبالتالي هتضطر ان انت تقفل وتعيد الشغل بتاعك من جديد بعد ما تحل المشكله ديت. فده كان شرح بسيط لحل مشكلة، اتمنى يكون الموضوع عجبكم. ما تنسوش تضغطوا على اشتراك في القناة، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا جوين الجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.